طيبة يا والي يا مؤمن. الناس القارة، الناس شجاعة من قريب، الناس مرضى بكري أرض النبرة مواد ولدها مات وما لاش باش تعدي عليه. انسى الكبير والصغير. الحراك بدا جاء نتيجة هبة شعبية عارمة، لأنه أهالي نصر الله بعد القرار اللي خذيته الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، بإسقاطها وتهميشها وفرزها من 12 معتمدية بولاية القروان وإقصاء كان ممنهج ومقصود، استثنونا من ميزانية تنموية تقدر بعشرة مليون دينار. وهالإقصاء هذا اللي ولد لدى عموم أهالي أحرار وأحرار نصر الله، ولد لديهم شعور كبير بالغبن بالاحتقان وبنوعا ما من النقمة. أهالي نصر الله الكل مش يقدموا بالحكومة هذه قضية. ليش؟ لأنه هم عارضوا الدستور وضربوا بدستور ما بعد الثورة عرض الحائط. ليش؟ لأنه مبدأ التمييز الإيجابي مبدأ التمييز الإيجابي اللي نص عليه دستور ثورة الحرية والكرامة، الحكومة هذه ما شافتوش وتجاهلته. علاش؟ لأن نصر الله كمعتمدية اليوم تحتل المرتبة رقم 262 على مستوى الفقر من جملة يعني 275 معتمدية، فهي أولى وأحق من أي معتمدية ومن أي جهة بحقها في الميزانية هذه متاع 10 مليون دينار، الميزانية التكميل الميزانية التنموية. شغل حرية، كلام وطني، شغل حرية، كلام وطني. احنا توا عنا الهنجار الصناعي، انا نحب نسأل بس حقيقة أصحاب القرار، يا أخي هما كي قاعدين يقروا في مخطط متاع تنمية متاع بلاد، ما هماش قاعدين يسألوا شنية الرونتابيليتي، شنو باش يجيب هيكا، فهمتني؟ يحلوا هونغار صناعي عنده حكاية 3 سنين وهو محلول، عملوا استثمار في فلوس في هونغار صناعي والهونغار الصناعي ما يشتغلش، فهمتني؟ وأصحاب القرار يعرفوا اللي المستثمر ما جي كان كتكون عنده دي بريفيليج سور لو بلانكو، أقل تكلفة أقل وعي، كياسات مترهلة في نصر الله، معناش كياسات، كياس مفلق في زوز، كيفاش أنت تحب ناس تجي تستثمر في نصر الله؟ فهمتني؟ والحال انك انت ما عطيت حتى ارضيه تشجع الاستثمار. عندنا زيد الاراضي الدوليه يتم توزيعها بين اصحاب الشهاد المعطلين عن العمل، فهمتي؟ خليهم يخدموا الارض، خليهم يخدموا الفلاحه، يسيبوا الماء من صد سيدي سعد اللي هو صد قائم الذات، واحنا في نصر الله ما احناش مستنفعين منه في حد شيء، فهمتني؟ في بالهم شوما راهو تقسيم نصر الله ومنزل مهيري وراجعوا معتمديه منزل مهيري، الا احنا حاجه تفرحنا انه اخواننا في منزل مهيري يخرجوا بمعتمديه كيف نخلص تحللهم زاده ادارات وتحللهم تشغيل، فهمتني؟ في مخطط تنموي معناها بحث. اما زاده احنا كان احنا في جره منزل مهيري مش تولي معتمديه مش ندقدقوا في نصر الله، فهمتني؟ راهو ما يساعدش بالكل. تتصورش يعني سبيطار ما فيش مولد كهربائي، يقص الضوء في نصر الله، يقص الضوء على السبيطار، يفسدوا الدويات. الماترنيتي صدقني عينت بعيني المراه جابوها باش تولد ما نجموش يولدوها خاطر الضوء مقصوص، حلولها الضوء نتاع كاتسونكات باش خرجوا المراه قدام الماترنيتي ولدوها في الكاميون، كاميون كاتسونكات باش مشعل لها الضوء وهم يولدوا في المراه. المهزله الاخرى انه ما عندناش دويات في نصر الله، لا نلقاو ما تلقاش في المستشفى نتاع نصر الله. وشكون يجي للمستشفى نتاع نصر الله والمستشفيات بصفه عام؟ هو القليل الزوالي اللي ما عندوش باش يتنقل قداش من كيلومتر ويتسلف حق ركوب ويتسلف حق الفوزيتا باش يقايد، وبعد يقولوا لهم فماش دواء برا مش يشري الدواء. والغريب في الامر انهم تو يبنونا في نصر الله في مستشفى نصر الله في دبو نتاع دواء، نحب نعرف الدبو نتاع الدواء هذاك تبني فيه على اساس تبني فيه؟ والله وانا نتحركوا كما هكا من الغلبره، اما نعرفوا بالحق انا شخصيا نعرف انه ما فماش نتيجه. خاطر جونا اخر مره جانا الوالي جابش يحكي معانا على المشاكل نتاع نصر الله، قلت له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، تاني حسبتك ما في بالك شو جا فينا، انا في بالي بيك جبت الدواء، انت مازلت جاي تسر فيه شو جا فيك؟ انت ماك عارف شاطري ولا اكثر من شاطري تخذ، في بالي جيت مش تنقذ الباقي، انت جيت مش جبت لي الدواء، يا اخي مازلت جاي تسر فيه شو جا فيك؟ هذو ما هم المسؤولين في تونس، يعني يجوك يحكوا معاك ويحلوا لك 7 بيبان مش باب ولا 2 وبعد يمشوا. بالروح بالدم نفديك يا نصر الله، بالروح بالدم نفديك يا نصر الله. واحنا نمنوا انه شعبنا بالحراك هذا قاعد يسجل في يسطر في ملحمه نتاع وعي انه الفقر مش موجود في تونس، فما عمليه تفقير ممنهج، فما سياسه مرتهنه صناديق النقد الدوليه تحر معناتها
تفرض على هالحكام هذم اللي مدين يديهم باش يمنعوا هالبلاد هذه الطيبة هالأرض المعطاة هذه في نصر الله باش الناس تخدم الفلاحة. حبوا أولادنا وأهالينا ونسانا يمشوا يخدموا للمستثمرين الأجانب اللي منتصبين معاملهم على طول السواحل وين الميناء ويلوجوا على يد عاملة رخيص. هذا الظلم وهذا الغبن اللي نحسوا به، ولأن السياسة في تونس سياسة تفقير ممنهج، شعبنا أكل حربوش الإرهاب وحربوش برا استكفى على نفسك واحمد ربي ما عادش تتعدى عليه، عرف أنه الحل الوحيد للخروج من هالتفقير هذي الممنهج هو بالثورة. هاك تسمع امرأة عادية جدا قلت لك ما فما حتى حل سوى أنه نثور على فقر، يعني هذه هو الفقر ليس حتمية طبيعية ومش قدر إليه. إذن نرجع نذكر حضور وزير مهم جدا بالنسبة لنا باش نحرر ومحضر جلسة نبوبوا فيه مطالبنا الرئيسية والأساسية، وعلى غراره مش نحطوا فيه سقف زمني. كان شوفنا احنا شوية من الإرادة، ما ناش طالبين من الحكومة الإرادة كاملة، الإرادة السياسية تريف بارك من الإرادة بكونهم يبدوا ينفذونا في مطالبنا، واحنا حراكنا كان مقر ومكانه وانطلاقته من ساحة الشهداء وهو المقر الرئيسي للحراك المجيد المتواصل. احنا اشكال النضال متاحة قدامنا كل مش نعملوها ومش نقوموا بها، ولن نتراجع قيد أنملة عن مطالبنا الحقيقية وعن مطالبنا المشروعة اللي يكفلها لنا الدستور واللي يكفلها لنا يعني تاريخنا وعمقنا الموجود في الوطن هذا.